المؤلف رحمه الله. قال يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق، وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمرور بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا، ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب، ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، ومنحنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضم تصب، ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، واقطعوت بأن يكون معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا، وارفعه ينصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل صغرا. قال التابع المشارك لما قبله في إعرابه الحاضر والمتجدد غير خبر، ويقولون التابع لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبعية، تقول جاء زيد العاقل تبع زيد في إعرابه الحاضرة، غير إعراب زيد تقول رأيت زيدا العاقل دارت معه، مرت بزيد العاقل، واضح؟ الحاضر غير خبر، الخبر يتبع المبتدأ في إعرابه الحاضر، لكن قد تدخل عليه إن فيختلف إعرابهما، ينتصب المبتدأ ويرتفع الخبر، أو تدخل عليه ما كان يبقى المبتدأ مرفوعا وينتصب الخبر، واضح؟ قال يتبعه في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، هذه تتبع بالإعراب ما قبلها، إذا اجتمعت عندك كيف ترتبها؟ قال ابن بونة رحمه الله تعالى العلامة ابن بونة النحوي صاحب الإحمرار يقول النعت والبيان توكيد بدل ونسق ترتيبها كذا جعل، قدم النعت ثم التوكيد، النعت ثم البيان ثم التوكيد، النعت والبيان توكيد والبدل ثم عطف النسق، تقول جاء الرجل العاقل أبو عبد الله نفسه أخوك وسعيد، قال فالنعت بدأ بالنعت، قال فالنعت تابع متم لا ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق، النعت يحدد متبوعه إما بشيء فيه أو بشيء فيما تعلق به، فتقول جاء زيد العاقل وضحت زيدا بشيء فيه وهو العقل، أو جاء زيد العاقلة أمه، العاقلة حددت زيدا وعرفته بشيء فيه ما اعتلق به هي أمه، ويسمى نعتا سببية، فالنعت تابع لتم متم لا سبق باسمه أو وسم ما به اعتلق، النعت السببي ينعت يرفع ما يرفع ظاهرا بعده، ولكن في الحقيقة هو وضح زيدا، ليس زيدا المجنونة أمه، ليس زيدا المجنونة أمه، النعت يوضح نحو جاء زيد الخياط، النعت يخصص جاء رجل عاقل، النعت يكون للمدح استعذت بالله الرحيم، يكون للذم من الشيطان الرجيم، يكون للترحم تصدق الفقير المسكين، يكون للتوكيد أمس الدابر لا يعود، معروف أنه أمس دابر لا يعود، واضح؟ قال ومنها لا تتخذوا إلهين اثنين، قال فالنعت تابع يفصل بين النعت والمنعوت بمعمول النعت، ذلك حشر علينا يسير، علينا معمول يسير، ويفصل بينهما بمعمول المنعوت، أكرم أعجبني ضربك الشديد، أعجبني ضربك زيدا الشديد، فصل بينهما بمعمول المنعوت، أعجبني ضربك زيدا الشديد،
الشيء الصفه اللي ضربك وهو صفه معمول ضربك وهو زيدا يفصل بينهما بعامل المنعوت. زيدا يضرب الفاسق، اضرب يا عامل المنعوت، واضح؟ يفصل بينهما بمفسر عامل المنعوت. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، إن امرؤ فاعل بفعل لم يذكر يفسره هلك، التقدير إن هلك امرؤ هلك، وفصل بينهما إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك ليس له، جملة ليس له ولد صفة نعت لامرؤ وفصل بينها بهلك، وهي مفسرة لعامل المنعوت وهو هلك الأولى، لأن أداة الشرط لا إله إلا الفعل، واضح؟ إذا قلت إن امرؤ هلك قيل لك عارفها، تقول إن امرؤ هلك، تقول إن شرطية، امرؤ فاعل بفعل محذوف، وتقدير هلك امرؤ هلك، واضح؟ كذلك وإن أحد من المشركين استجارك، تقول أحد فاعل، لأن أداة الشرط لا إله إلا فعل، لا تستطيع أن تعربه مبتدأ، واضح؟ أنا قوله فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه او وسم ما به، وليعطف في التعريف والتنكير ما لما تلا. النعت لا يفارق منعوته في النعت في التعريف والتنكير. تقول جاء رجل عاقل وجاء زيد العاقل، لا يقال جاء زيد عاقل ولا يقال جاء رجل العاقل، بل يعطف في التعريف والتنكير ما لما تلا كامر بقوم كرماء. واضح؟ قال رحمه الله وهو لدى التوحيد والتذكير، ولدى التوحيد كالفعل كالفعل، فإن رفع ضميرا، فإن رفع ضمير المنعوت طابقه في كل شيء وسمي نعتا حقيقيا. تقول جاء رجل حسن، حسن رفع الضمير على رجل، وتقول جاء رجلان حسنان هما، وجاءت امرأة حسنة هي، وجاء رجال حسنون، وجاءت نساء حسنات، هذا يسمى نعتا حقيقيا، وهو كالفعل. إذا رفع ضمير ما قبله هو كالفعل وطابقه من كل شيء، وإذا رفع ظاهرا كان تأنيثه وتذكيره بحسب ذلك الظاهر ويلتزم إفراده كالفعل. مر بك وجرد الفعل إذا ما استدلال اثنين أو جمع. تقول جاء رجل عاقل أبوه ورجل عاقل أخواه، لا تقول عاقلان، واضح؟ وتقول جاء رجل عاقلون إخوته، عاقلون مساعدوه، جاء رجل عاقل مساعده، ولا تقول عاقلون، وقعت في لغتي أكلون البراغيث، ومن أجاز هناك أجاز هنا، من أجاز أن تقول يحضران أخواك ويحضرون إخوتك، أجاز أن تقول هنا جاء رجل عاقلان أخواه وجاء رجل عاقلون إخوته، فهمت؟ صفة صفة على اسم موعد كل واحد. أنا قوله وهو لدى التوحيد والتذكير في التوحيد كالفعل كالفعل، أي أنه يجرد من علامة التثنية والجمع إذا رفع غير مفرد، وأنه يؤنث ويذكر حسب مرفوعه. فتقول جاء رجل عاقلة أخته، أنثه لأن مرفوعه مؤنث، وجاءت امرأة عاقل أبوها، واضح؟ نقول وهو لدى التوحيد والتذكير وسواهما، التوحيد سوى التوحيد التثنية والجمع، التنهيد التذكير كالفعل، فقفوا ما قفوا، والتوحيد والتذكير سوى التذكير التنهيد، فقفوا ما قفوا. كأنك سألته يا ابن استحسن سيبوي رحمه الله تعالى أن تجمع جمع تكسير، رافع جمع تكسير. تقول مررت برجل قعود غلمانه، لا تقول قاعد، النعت رفع جمع تكسير يجمعه جمع تكسير، فهمت؟ وتقول مررت برجل مهرة صناعه، فإن رفع سالما أفردته. تقول مررت برجل ماهر مساعدوه، ماهرة مساعداته، رفع جمع سلامة أفرده، واضح؟ ما قاله ثم قال رحمه الله ونعت بمشتق، نعم العرب لا يفارق ما قبله في العربي ابدا، تعرف التنكير والاعراب، بارك الله فيك، لا يفارق فيهم. النعت نوعان، نعت حقيقي يطابق منعوته في 14، واحده من حركات الاعراب وهي 3، واحده من الافراد والتثنيه وجمع 3، واحده من التعريف والتنكير، واحده من التذكير والتانيث. تقول مررت
بزيد العاقلي العاقلي تبع زيدا في الإعراب وفي الإفراد وفي التعريف وفي التركيب. مررت بنساء عاقلات عاقلات وافقت نساء في الجمع وفي التأنيث وفي التنكير وفي الإعراب. هذا نعت حقيقي. والنعت السابي يتبع ما قبله اثنين من خمسة اثنين من خمسة لا يفارقه أبدا في الإعراب والإعراب ثلاثة ولا يفارقه أبدا في التنكير والتعريف. تقول مررت برجل عاقلة أمه ومرت بزيد العاقل أبوه. والله أنا قوله رحمه الله. ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبه. ينعت بماذا؟ ينعت بمشتق وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وافعل التفضيل والصيغة المبالغة خمسة. والله تقول جاء رجل كريم وجاء رجل شراب وجاء رجل مضروب وجاء رجل أفضل من عمرو وجاء رجل حسن عمله صفة مشبهة. نعت بمشتق كصعب صفة مشبهة وذرب صفة مشبهة أعوذ بالله ذرب الجساس فيه وشبهه شبهه شبه المشتق النسب شبه المشتق اسم الإشارة شبه المشتق الموصول. وكلها عند التحقيق ترجع إلى الاشتقاق. تقول مررت بالرجل هذا هذا أي المشار إليه المشار اسمه. وتقول جاء الرجل الذي سافر أي المسافر. جاء رجل مكي منسوب إلى مكة اسم مفعول. واضح؟ وشبه كذا وذي والمنتسب أقرأ. ونعت بجملة كذلك ونعت بالجملة ونعت بجملة منكرة فأعطية معطية خبرة ومن هنا إيقاع ذات الطلب. ينعت بالجملة بشروط ثلاثة. شرط في المنعوت أن يكون نكرة. الجمل لا تنعت المعارف والجمل بعد المعارف أحوال تنعت النكرات. وشرطين بشرط في المنعوت وشرطين في الجملة أن تكون خبرية أن تكون خبرية مشتملة على رابط وهو قوله فأعطيت ما أعطيت خبرا. تقول مررت برجل يقرأ أبوه القرآن. جملة يقرأ أبوه القرآن محلها جر صفة لرجل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يسعى محلها رفع صفة لرجل. واضح هذا؟ ومنع هنا إيقاع ذات الطلب. عندما كنا في الخبر والمبتدا يخبر بالجملة الطلبية عن المبتدا على ضعف. تستطيع أن تقول زيد يضربه على ضعف. هنا لا يتسامح ولا يقبل لا ينعت بالجملة الإنشائية الطلبية. لا يقال جاء عبد بعتكه. تقصد إنشاء البيع من الآن لا يجوز. واضح؟ جاء رجل هل رأيته؟ لا يجوز هذا. فإن وقع في كلام العرب ما ظاهر ذلك أضمن القول أضمن القول حتى تسلم القاعدة. قال حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق ماء مخلوط مع اللبن. هل رأيت الذئب قط؟ الذئب لونه ليس واضحا الذئب فالماء كثر على اللبن حتى صار لونه غير واضح لم يعد لبنا ولا ماء. جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ التقدير مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب قط؟ فهل رأيت الذئب قط؟ معمول لنعت مفرد حذف. واضح؟ لم أسمعك. كلون الذئب نعم. جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ قال ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن تتفقوا لا أضمن أخرى. ينعت بالمصدر فالتزموا فيه الإفراد والتذكير. تقول جاء رجل عدل وامرأة عدل. ورجلان عدل ورجال عدل وامرأتان عدل ونساء عدل فالتزموا الإفرادة والتذكيرة. واضح؟ ونعت بمصدر كثيرة كثيرة وليس سماعيا وليس قياسيا لا يجوز لك لكن اسمعهم يا العربي. واضح؟ ونعت بمصدر كثيرة. قال بعضهم هو على حذف مضاف. جاء رجل عدل أي ذو عدل. جاءت امرأة عدل ذات عدل. جاء نساء عدل ذوات عدل. رجال عدل ذو عدل. ولكن الذي وقع انك حذفت المضاف واعطيت اعرابه للمضاف اليه او ان الامر على سبيل المبالغه كانك جعلت الرجل نفسه هو العدل.